الموالون بولاية البيض أحرقوا ودفنوا جهد عام كامل، وشبح الإفلاس يلح لهم في الأفق إن لم تتدخل الدولة لتعويضهم خسائر جمة كبدهم إياها طاعون المجترات الصغيرة. خروف قاع ما ربيناش، فوق 80 خروف ضيعنا، راه جاو البيطاريين شافوه، صار لنا حرقنا ضربوك، صار لهم يقولوا كاين التعويض، ما زال ما بانت لنا حية. اليوم 5 فيفري ما بانت حية، الدوار الولايات الأخرى راهم يقسموا عليهم، حنا ما بانت لنا والو. شكينا وما كاش اللي عوض لينا، ما كاش كاع اللي استقبلنا ولا وقف علينا ولا لا قول ضرب راه مردوم لينا، رانا دمينا في المناطق تاع الرملة. سمعت؟ وراها بالمشاهدة القلم هاي هنا قاعدة قفايد ضروك لينا راها طلعت قاعدة قفايد. التعويض قادم وعملية جرد الموالين المتضررين جارية حسب المصالح الفلاحية للولاية. نكونوا واضحين أن المصالح تاعنا رفقة البلديات ورفقة مصالح الدرك ومصالح الأمن راها تقوم بعملية عملية المعاينة الميدانية، وهناك محاضر دفن تاع الجثث، هذه المحاضر هي من الملفات تاع التعويض باش ما راحين ننساو حتى واحد، ونتفادى كذلك ممكن ان انسان يقول باللي عندي ضياع ويحب يدي المال العام، راح نقولوا باللي هناك ملف في التصريح الرسمي فيه محضر الدفن وفيه محضر التطهير. الانتهازيون وصيادو الفرص بدأوا في الظهور للاستفادة من التعويض، فهل ستكون لهم المصالح بالمرصاد؟